كيف تجعل كل من يعرفك يحبك؟ كلامنا اليوم عن كيف تجعل عدوك يحبك. كيف؟ طب أنا مالي أعداء. لا، هناك مقولة تقول من ليس له أعداء فهو إنسان فاشل. هذه المقولة ليست قرآن وليست سنة، قالها أحد أكابر علماء الكبار والعظام، ولكن ليس منزل. نعم، ليس غريبا أن يكون ليس لك أعداء، لك حساد، ولكن ماذا لو تحصلنا على عدو؟ كيف تحول العدو إلى حبيب وإلى صديق؟ راجع سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان ماهرا بتحويل الأعداء إلى أصدقاء عن طريق طيب الخصال. حصلت عداوة بينك وبين أحد الناس، اذهب وأظهر له جودك وكرمك وفضلك وأدبك وإحسانك، يتيقن تماما أنه أخطأ عندما عاداك. الأخلاق هي حل للعداوة بينك وبين الآخرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر خاطر كل من جبر خواطر الآخرين.